السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي الكرام، في هذا الفيديو سأشارككم ظاهرة غريبة حدثت معي أثناء عملية تغيير خلية من مكانها إلى مكان آخر، وكنت أضعها فوق هذه اللبنة، قطعة البناء هذه التي ترون أمامكم، فوجدت بها بيضتان صغيرتان من حجم صغير جدا كما تشاهدون، ويعني لم يسبق لي أن رأيت مثل هذه البيوض، فلذلك قررت أن أقوم بالبحث عنها وأن أسأل عنها يعني مجموعة من الأشخاص. فصدقوني الكثير من الناس لم يتعرفوا على هذه البيوض وهي صغيرة جدا، فلم يتمكن أحد من معرفتها، والبعض قال بأنها بيوض أبو بريس الذي يشبه الحرباء، وهو يختبئ تحت خلايا النحل ويلتهم النحل أمام مدخل الخلية. هذا كل ما يخص فيديو اليوم، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.